احد الحصون حصون المراقبة المنتشرة في منطقة وادي اتبة، وهذا تحديدا قصر المعرى الذي يبعد عن قرية تسارة او محل تسارة حوالي 11 كيلو متر في الجنوب الغربي. هذا القصر يقع شمال مدينة شرب الأثرية التي نحن بصدد زيارتها اليوم، وهذا الحصن هو أصلا في حد ذاته حصن للمراقبة لاستطلاع المنطقة بأكملها، خصوصا أن هذه الطريق الذي يقع عليه الحصن هو الطريق الرابطة ما بين مدينة شرب الأثرية ومدينة جرمة الأثرية التي تبعد من هنا حوالي 60 كيلو متر في اتجاه الشمال الغربي، وخصوصا أن مدينة شرب هي مرتبطة ارتباط وثيق بمدينة جرمة الأثرية التي أسسها الجرمانت قبل الميلاد. حصن مبني من الطين او اللبان المجفف اللي هو يصب في قوالب ويترك يجف تحت اشعه الشمس، وايضا القاعده التحتيه من الحصن مبنيه من الحجاره المتوفره في هذه المنطقه، هذه الحجاره سميكه وقويه، حجاره طبيعيه على طبقات، ومن ثم بني عليها الطين. هذا الجزء مبني من الحجاره، والجزء الثاني هذا طبعا مبني من اللبان المجفف اللي هو الطين. وعرض المبنى او الجدار الخارجي للحصن حوالي متر و20 سنتي الى متر و10 سنتي في بعض الاحيان، وطبعا ارتفاعه ممكن ما يقل عن 11 او 12 متر في الارتفاع. وظيفته هو في حد ذاته زي كما قلنا مراقبه طريق القوافل ومراقبه الداخلين والخارجين، سواء القادمين من منطقه جرمه في الشمال او القادمين من منطقه شرب اللي تبعد حوالي من هنا حوالي 5 الى 6 كيلو متر لمراقبه القوافل والقادمين، وهو حصن استطلاع ويحيط به من الخارج سور خارجي يحميه ويوفر بعض الاشياء الضروريه للحصن، لانه تعرض للهدم من خلال عوامل طبيعيه وحتى وتعرض للاهمال بسبب عدم الصيانه وعدم اهتمام المسؤولين في الدوله الليبيه بقطاع الاثار عموما.